نقدروش نحملوا المسؤوليه لشخص واحد، يعني كاين مدرب، كاين الجامعه، كاين اللعابه، كاين يعني بزاف العوامل، فهمتي؟ يعني واش غادي نقول لك، يعني ما حالفناش الحظ كيف بزاف ديال الامور، بزاف المرات اللي ما كيحالفناش الحظ، مي باش نحملوا مسؤوليه شخص واحد انا ما نقدرش نحمل هذه. يعني هذه اللي حتى واحد ما خصو يمشي بحاله دابا هاد الساعه هادي، حيت الكره هي هادي، ما بغاتناش كره، جاونا بزاف الفرص ما ماركيناش، ما عند حتى واحد يمشي بحاله. بالعكس اللي كنا غنقولوا ايرفي رونار خصو يمشي بحاله، هذه ماشي هضره منطقيه، لان ايرفي رونار رجع الشخصيه للمنتخب الوطني. المنتخب المغربي كانوا مزيان، كانوا قاعدين يلعبوا مزيان، في الاخر وصلوا واحد ليطاب ما كسبش. رونار خصو يمشي بحاله، خصو يجيبوا مدرب جديد. غادي نشوفوا تنعياو ونقولوا رونار خاصو يمشي، فهمتي؟ حنا الشعب كنعترفوا بالالقاب، جيتي ديتي اللقب تبارك الله، ما ديتيش اللقب ما عندنا ما نديرو بك، شنو غادي نبقاو يخلصوك وتبقى تما مربع علينا كتدنا غير في الاقصاءات؟ مثلا جبتينا حتى التومون وتقسيتي. المنتخب ما لعبش مزيان، من هنا ما بريباراش مزيان، المدرب يمشي بحالو، انا مع مدرب وطني ويمشي بحالو. رانا الدراري ديال البطوله بحال يا جور دار الهداف ديال البطوله، خصو يديو بدر بانون، كاين اللي في الرجاء في الوداد، ماشي واخا رجاوي ولكن كاين في الرجاء كاين في الوداد. رونار قام بالمهام ديالو، يعني كان عنده واحد الكونترا اللي هو وفى بها انه يوصلهم الكوب دافريك، ودارها وصلهم، ويمكن هو غيعرف واش يقدر مازال يعطي مع هذا الفريق ولا لا. رونار رجع الشخصيه للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني اللي قبل كنا كنخسروا مع زيمبابوي ومع زامبيا، ولينا كندوزوا لكوب دافريك، كوب دافريك اللي فات وصلنا للدوزيام تور، تقصينا مع مصر بيت حتى الاخر كورنير بالاريتي حتى الاخر، من بعد عاوتاني هذا العام هذا راه كلشي شاف، تقصينا حيت الكره ما بغاتناش. هذه هي الكره، كاين الرباح كاين الخساره، هذا السؤال كنتي خاصك تحطو عليا نهار الجمعه، نهار الجمعه كنت نقول لك مشيو كاملين، دابا ماشي مشكل. دابا المدرب خاصو يمشي بحاله، هو ماشي خاصنا حنا نقولوا ليه سير بحالك، هو خاص اوتوماتيكمون فاش تقسم الثمن يجي حط الاستقاله ديالو. انا راه ما نقدرش فهمتي، انا تيقول لك انا حيت العقد ديال افريقيا وجيتي حتى لعند البنين صاحبي، حيت العقد ديال افريقيا وجيت عند البنين درت لنا عقده كبار من هذوك العقد اللي كانوا عندنا قبل،